نتيجة إيجابية ونتيجة طيبة. اليوم دخلنا في التفكير في المقابلة هذه باش نلعبوا من غير حسابات، نلعبوا باش الانتصار، أكيد الانتصار تاع الذهاب، وخاصة الفريق يكون في تطور فردي وجماعي. في الشوط الأولاني ما نجحناش في النقاط على المستوى عمل الألعاب، على المستوى خلق الفرص، حسيت اللي كانوا فما اكتفاء، فما اقتصاد في الطاقة، وهذا مفروض ما يصيرش. الشوط الأولاني لازم في الدخلة يكون نحطوا مساق عالي، نفرضوا أسلوبنا على المنافس، نحققوا فرص، نسجلوا أهداف. هذا كله شفناه في الشوط الثاني تقريبا. صحيح ما بين المقابلة الأولى والمقابلة الثانية في تغييرات، ستة لاعبين طايروا، وحاولنا في المقابلة هذه باش نعطيهم أن طون دو جو للناس الكل، وهي فرصة لي أنا باش نرفع الإمكانيات الفردية مع كل لاعب، وأحسن مركز اللي يمشي فيه. إن شاء الله الرجاء تدخل في ديناميكية إيجابية مع انتصارات، والمقابلة الجاية طوينا صفحة الشامبيونز ليغ، دخلنا لدور المجموعات، توا نحلوا صفحة البطولة، وإن شاء الله الأداء يكون في النسق الصعبي إن شاء الله. تابعوا حساباتنا على مواقع التواصل، فعلوا جرس التنبيه واشتركوا في القناة لوماتان سبورتس، نظرة جديدة للصحافة الرياضية.